بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وحي وحشتوني جدا ودايما بتوحشوني من الثلاث للثلاث، بعتبر يوم عيد في حياتي. ربنا يجمعنا وإياكم دايما على الخير ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر علي. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا نستشعر كأننا الأول مرة داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، متجمعين كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ماشيين في شوارع المدينة بندور على بيت الحبيب. وطبعا بيته معروف، هو أنور وأضواء وأجمل وأهنأ وأسعد بيت في الكون ده كله. فجأة رايحين لبيت النبي، لكن المرة دي الزيارة كانت خاصة جدا وكانت عجيبة قوي، كانت تختلف عن كل الزيارات اللي فاتت. حقيقة داخلين المراضي على النبي، لقينا النبي بيبكي صلى الله عليه وسلم. معقول النبي بيبكي؟ طبعا كان بيبكي صلى الله عليه وسلم، كان النبي حساس جدا صلى الله عليه وسلم، كان رقيق المشاعر، كان في غاية يعني الإحساس يعني مش عارف أقوله، مش قادر، مش لاقي كلام أوصف بيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان أرق مخلوق على وجه الأرض بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. داخلين لقينا النبي بيبكي. يا ترى النبي كان بيبكي ليه يا جماعة؟ كان في اللحظة ديت كان في مناسبة ما هيش سعيدة الحقيقة في حياة النبي، وما هيش سعيدة أيضا في حياتنا، لأن كل اللي يفرح النبي يفرحنا، وكل اللي يحزن النبي برضو يحزننا صلى الله عليه وسلم. النبي كان في اليوم ده جماعة كان بيبكي لأن ابنه إبراهيم عليه السلام كان مات. ياه، والنبي كان بيبكي عشان موت إبراهيم. يعني البكاء على الميت مواش حرام؟ لا مواش حرام، مدام لا يصحبه لا نياحة ولا كلمات تعترض بها على قدر ربنا، فما هوش حرام ان انت تبكي على حبيبك اذا مات. بل قال جل وعلا كما في الحديث القدسي: من اخذت صفيه من اهل الدنيا حبيبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب عوضته منها الجنة، او منه الجنة، يعني ملوش جزاء الا الجنة عند المولى عز وجل. اخوي وحبيبي دخلنا لقينا النبي بيبكي، وعبد الرحمن بن عوف قاعد جنبه بيقول له: يا رسول الله وانت تفعل هذا؟ يعني انت بتبكي يا رسول الله؟ قال: اجل يا ابن عوف، إنها رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله أكبر، الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات عجيبة جدا، يا ريت نتعلمها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب المصطفى يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الله 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 على نعمة الرضا وعلى نعمة الرحمة اللي ربنا قذفها في قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، لما مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان طفل رضيع لسه، فيخبر الحبيب المصطفى ان لما مات ابراهيم وخلاص صعد الى، يعني رحل الى 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 المولى عز وجل، خلاص وفاضت روحه الى بارئها جل وعلا، ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه جعل لابراهيم مرضعا مخصوص في جنة الرحمن تكمل رضاع ابراهيم. والحديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم قال صلى الله عليه وسلم: ان له مرضعا في الجنة. يا ترى يا جماعة، دي كانت أول الأحزان في حياة النبي ولا كانت آخر الأحزان؟ له كانت أول الأحزان ولا كانت آخر الأحزان؟ تعالوا نشوف حياة النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نشوف قد إيه النبي تعب في حياته، قد إيه النبي شاف حاجات كتيرة وابتلاءات كتيرة جدا في حياته علشان إحنا نطلع مسلمين. هو استحمل كل دوت، فياريت فعلا نبقى مسلمين زي ما النبي أراد إن إحنا نكون مسلمين. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. النبي منتظر إن أمته، أمة الحبيب محمد، أفضل أمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بينتظر إن أمته ديت تيجي، هي فعلا خير الأمم وأفضل الأمم، أمة تيجي يتشرف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نجدد بيعتنا مع النبي. ولسه كنا بنقول يا جماعة في الحلقة اللي فاتت وهنفضل نقول مين من بنات المسلمين اللي كلهم خير بفضل الله، مين اللي هتجدد البيعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول هلبس حجاب. الحمد لله جالنا حوالي 54 اسم بفضل الله من الأسبوع اللي فات للأسبوع دوت، وإن شاء الله على وعد إن كل أسبوع نقرأ الأسماء وندعي لهم على الهوى بفضل الله، يستحقوا إن إحنا ندعي لهم، ربنا يحفظهم ويثبتهم يا رب العالمين. ومين من شباب المسلمين اللي هيبايع النبي ويجدد البيعة مع النبي ويترك الفواحش ويترك المعاصي ويقبل على الله ويقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ويحب أمه وأبوه ويبرهم ويحب إخوانه وأحبابه ويدعي لإخواننا في المسجد الأقصى ويدعي لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. محتاجين نرجع مرة تانية لديننا الجميل ده، واتركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخويا وحبيبي، من ضمن الأشياء العظيمة جدا والمنح الربانية أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا نبيا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم، بشر ما كانش ملك. ليه؟ عشان أحواله تستوعب كل أحوال البشر اللي موجودين على وجه الأرض، فنستطيع أن تكتمل فيه الأسوة والقدرة، فنستطيع أن احنا نقلده ونتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. إن كنت حضرتك فاكر أن النبي عاش الفقر فقط، لا، النبي عاش الفقر والغنى، وعاش الصحة والمرض، وعاش ومات صلى الله عليه وسلم، وعاش الابتلاء والنعمة، وعاش الضحك والبكاء، وعاش مع أحبابه وذاق مرارة الفراق، وعاش في وطنه وذاق مرارة الهجرة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج وطلق وأنجب ومات أولاده، وكان جدا وكان له أحفاد، وهزم وانتصر صلى الله عليه وسلم، وكان كل أحواله تستوعب كل أحوال البشر عشان تكتمل فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعيش الليلة دي مع بعض اللحظات العصيبة اللي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللحظات العصيبة أو اللحظات اللي بكى فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت بتتلخص في ثلاث أحوال. اللحظات التي بكى فيها عند فراق الأحباب، والتانية هي اللحظات اللي بكى فيها النبي عند فراق الأوطان، والحاجة الثالثة بكاء النبي من خشية الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتعايش مع اللحظات العصيبة التي عاشها النبي، وأنا منتظر الاس بتاعتكم إن شاء الله، اللي هيبايع النبي واللي هيجدد بيعته مع النبي واللي هتجدد بيعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنتظر تلفوناتكم في آخر الحلقة إن شاء الله. ربنا يجمعني وإياكم دايما على الخير، ويجمعنا في الآخرة على حوض النبي وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. رقم واحد: بكاء النبي عند فراق الأحباب. لسه كنا بنقول من شوية لما مات ابن إبراهيم النبي بكى صلى الله عليه وسلم، ظرف الدموع وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن في النهاية ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. تعال نشوف بداية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نشأ يتيما يا جماعة الخير، نشأ يتيما، مات، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. أبوه مات، أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان النبي لسه حمل في بطن أمه آمنة. سبحان الله، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما النبي اتولد صلى الله عليه وآله وسلم، أمه فضلت عايشة معاه فترة ما كانتش بالطويلة، حوالي 6 سنين فقط. كان في الفترة دي قعد فترة كبيرة طبعا مع حليمة السعدية في قبيلة بني سعد عشان ترضعه، ورجعته الأم مرة تانية. عاشت أمه معاه فترة ما هيش طويلة، لحد ما بقى عنده 6 سنوات. وركزوا معايا بالله عليكم على المراحل العجيبة والعصيبة التي مر بها أطهر مخلوق وأشرف مخلوق وجد على وجه الأرض، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، لما النبي بلغ من العمر 6 سنوات، أمه خدته في صلة أرحام لزيارة أخواله من بني النجار في المدينة المنورة. ولما راحت بيه وزار أخواله وهو عنده 6 سنوات، وكان معهم أم أيمن بركة الحبشية اللي هي حاضنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم راجعين ووصلوا المنطقة اسمها الأبواء. لما وصلوا للمنطقة دي تأملوا معايا يا جماعة، أول صدمة صدمها حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
هم في الأبواء، فجأة وقعت أمه على الأرض وبدأت تتألم وبدأت تصرخ وتشكو من ألم شديد جدا في جسدها، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم طفل صغير طهور بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم طفل صغير وشايف أمه قدامه بتتألم لا يملك شيئا سوى إنها. أنا متخيل طبعا ما فيش روايات وردت بتذكر اللي حصل، لكن أنا متخيل إن النبي بيقول لها مالك يا أمي، أفديك يا أمي بروحي، مالك، أعمل لك، أقدر أعمل إيه يا أمي، قولي لي مالك، بتشتكي من ايه؟ انا حاسس ان النبي كانه كان بيقول كده. وامه اترمت على الارض وبدات تفيض روحها الى بارئها جل وعلا، وماتت ام النبي امام النبي. وبيبقى اصعب لحظه في حياه الانسان وهو كبير ان يشوف امه بتموت قدام عينيه. وانا عن نفسي حضرت سكرات يعني الموت عند امي لما ماتت وهي بتصلي رحمه الله رحمه واسعه، قولوا امين. فتخيلوا بقى والنبي صلى الله عليه وسلم هو طفل صغير عنده 6 سنين، قلبه ما يتحملش الأحزان، قلبه ما يتحملش الآلام، وقف النبي ينظر إلى أمه وهي بتفيض روحها إلى بارئها جل وعلا، أمه عمالة بتموت قدام عينيه. وفجأة سكتت أمه، بيسأل أم أيمن مالها أمي، قالت له ماتت يا محمد، ماتت يا محمد. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل على أمه ويقبلها ويبكي، ويقبلها ويبكي، ثم ينظر إلى أم أيمن ويقول لها صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن، يا أم أيمن، أنت أمي بعد أمي. يقول لها الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. قد إيه كان جرح كبير جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبقى طفل صغير، إنه يبقى طفل صغير عنده 6 سنوات ويشوف أمه وهي بتموت قدام عينيه، وهو الطفل اليتيم اللي اتولد، يوم ما اتولد وهو يتيم صلى الله عليه وسلم، فكان يطمو شرف لأي يتيم على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. قال لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. فضل عايش النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه، انتقل بعد ذلك إلى جده عبد المطلب، عاش معاه النبي صلى الله عليه وسلم حوالي سنتين. كان جد عبد المطلب كان بيحبه جدا وكان بيكرمه جدا ويغدق عليه جدا، لدرجة ان كانوا بيفرشوا له فراش عند الكعبة، وكان اعمامه ما حدش منهم يقدر يقعد على الفراش ده اجلالا لعبد المطلب، كان سيد اهل مكة. وسبحان الله كان النبي وهو عنده 6 سنوات كان يروح يقعد على الفراش اللي هم حاطينه لعبد المطلب، فإذا منعه أعمامه قال لهم دعوه، إن ابني هذا له شأن عظيم. ده مين بيقول كده؟ ده عبد المطلب. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى تيجي الصدمة التانية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويموت جده عبد المطلب. وهو النبي كان عنده كم سنة جماعة؟ 8 سنين. تخيلوا 8 سنين لا أب ولا أم ولا جد صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا شباب المسلمين اللي ما حدش فيكم شاف ربع ولا عشر اللي شافوا النبي، ورغم ذلك كان هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ما تقولش الظروف ما سمحتش ان انا اطلع انسان صالح، هو عمر ظروفك كانت هتيجي كان بظروف النبي، عمر حياتك كانت هتيجي قد الشده اللي شافها النبي في حياته صلى الله عليه وسلم. مات جده عبد المطلب وتالم النبي واعتصر قلبه من الالم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. وبعد كده ينتقل الحبيب محمد الى عمه ابي طالب، لانه كان ارحم واحد واطيب واحد في اعمامه اللي يقدروا ان هم يكفروه في الوقت دوت. ودخل النبي بيت ابو طالب، وابو طالب كان رجل فقير جدا وكان ظروفه على قده، لكنه كان له يعني له كلمة من أهل مكة. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى كان أولاد أبو طالب لما يقعدوا يأكلوا مع بعض ما كانوش يشبعوا أبدا، لأن كان الأكل بسيط، وكان الواحد فيهم لو أخذ قضح من اللبن شرب لوحده ما يشبعش. فلما دخل النبي ودخلت البركة، دخلت بركة النبي في بيت أبي طالب، فكان لما يقعدوا مع بعض والنبي يأكل معهم كانوا يأكلوا كلهم ويشبعوا ويفيد الأكل، وكانوا لما يشربوا من اللبن كان النبي يشرب الأول، فلما يشربوا بعديه كانت تحل بركة النبي فيشربوا كلهم ويفيد اللبن بفضل الله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام، وبكل أسف
يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان عم النبي صلى الله عليه وسلم يموت على الكفر. عم النبي ابو طالب بذل كتير جدا، بذل كل ما يستطيع لخدمه النبي وللدفاع عن النبي، حتى لما دخل معاه شعب ابي طالب وقعد معاه واكل ورق الشجر 3 سنوات يا جماعه الخير. ويقدر ربنا بعد ما يخرج من الشعب يتعب ابو طالب، ما هوش قادر خلاص، ويروح له النبي، يعني ونقول الحكايه دي بسرعه كده قبل الفاصل، ويروح له النبي وهو بيدعوه الى الله سبحانه وتعالى، يقول له يا عم كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، ويكون جالس جنب أبو طالب أبو جهل وعبد الله بن أمية، ويقولوا له أترغب عن دين الآباء والأجداد؟ فيقولوا لا، أنا على ملة عبد المطلب، أو هو على ملة عبد المطلب. ويقول للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ومات أبو طالب كافرا. فجاء العباس إلى النبي وقال: يا رسول الله، لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعته؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وحزن النبي على موت أبي طالب. تعالوا نكمل حبيبي، تعالوا نكمل المواقف الصعبة اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير. أكثر من الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ونكمل مع بعض ونشوف الشدائد اللي شافها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتحمل قد ايه وتعب قد ايه علشان احنا نطلع مسلمين. يعني اكيد النبي هيفرح بينا لما نكون كلنا التزمنا بدينه وبسنته صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا جماعة الخير، حبيب قلبي، تمر الايام والنبي يكبر ويجوز، هو طول عمره كبير حتى وهو صغير صلى الله عليه وسلم، ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم يوصل لسن 25 سنة ويجوز أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وما ينساش أبدا فضل هذه المرأة العظيمة الكريمة الوفية. كل ما يذكر اسم خديجة على طول كده تذكر معنى الوفاء الجميل في حياة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أكيد بنحبها كتير جدا جدا، وبنحب كل أمهات المؤمنين، لكن خديجة بالذات لها وقع في ابن غريب جدا، لدرجة أن كتير من العلماء قعدوا يفضلوا من خديجة ولا عائشة أيهم أفضل. فقال أهل العلم وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية، قالوا إيه؟ قالوا كانت خديجة أفضل للنبي، هي أكتر واحدة خدمت النبي، وكانت عائشة أفضل للأمة لأن هي تعلمت ونقلت علم النبي للأمة 47 سنة. قال: وما كانت أفضل للنبي فهي أحب إلى قلوبنا. فكلهم طبعا بنحب كل أمهات المؤمنين، لكن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لها مكانة عظيمة جدا. وقفت جنب النبي ومن أول لحظة لما جالها، لما نزل عليه الوحي وراح وهو يعني في غاية الرعب والفزع بيقول: زملوني زملوني. ثم لما أفاق النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قال: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه يا خديجة بتقولي كده؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. أمنا خديجة وقفت جنب النبي، ضحت بمالها، ضحت بنفسها، ضحت براحتها، ضحت بكل حاجة، لدرجة ان لما النبي دخل شعب ابي طالب دخلت معه، كانت ممكن ما تدخلش، كان عندها 59 سنة تعبت خلاص، ورغم ذلك دخلت معه وقعدت معه 3 سنين لحد ما بقى عندها 62 سنة خلاص. خرجت امنا خديجة بعد ما اكلت ورق الشجر وتعبت تعب شديد جدا، وحان وقت الوفاة، واذا بجبريل قبلها بايام يأتي الى النبي كما في الصحيحين ويقول له: يا رسول الله، هذه خديجة قد اتتك ومعها اناء فيه ادام او طعام او شراب، فاذا إذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وتموت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ويحزن النبي ويتجدد الحزن مرة أخرى في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد 25 سنة مع أمنا خديجة، أنتوا عارفين مراحل حياة النبي، عشان الناس اللي كانت بتتكلم عن أن النبي تزوج كثيرا، حبيبنا صلى الله عليه وسلم قعد من سن سنة لحد 25 بلا زوجة، من 25 ل50 زوجة واحدة متجوزة قبل منه مرتين وأكبر منه ب15 سنة، ودي أمنا خديجة. وفوق ده كله
من سن 50 ل 53 بلا زواج، ومن من 53 ل 55 زوجه واحده اكبر منه بكتير وهي سوده بنت زمعه، ومن 55 ل 63 يعني يا دوب 8 سنين هي ديت اللي عدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل التشريع وبدات الحروب والجهاد في سبيل الله، وكان النبي مشغول في الوقت دوت لتبليغ الدعوه صلى الله عليه وسلم، ومشغول بالغزوات والجهاد في سبيل الله، فلا يمكن يكون ده جواز شهوه. يا جماعه الخير ربنا يحفظنا ويحفظكم عشان تقدروا تردوا على المستشرقين وعلى اللي بيحاربوا سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. تموت خديجه لكن النبي عمره ما نسيها ولا عمره نساها ابدا صلى الله عليه وسلم، واذا بالحبيب المصطفى يقول كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع، اسيه امراه فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. مش قادر ينساها أبدا، لدرجة حصل موقف عجيب جدا في يوم غزوة بدر. حصل ان واحد اسمه أبو العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع ده كان زوج بنت النبي، كان زوج زينب، زينب دي بنت خديجة وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها كان لسه كافر وقد فرق الإسلام بينهما، هي مسلمة هو كافر، النبي فرق بينهما لحد ما هو يسلم. الرجل ده أسر في غزوة بدر، وإذا بزينب بنت خديجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل الفداء قد إيه؟ قالوا لها 4000، فراحت بعت القلادة العقد اللي كانت خديجة رضي الله عنها وارضاها ابعتته هدية في ليلة الدخلة، ليلة الزفاف بتاعت زينب، فخدت العقد وراحت بعتها علشان تفدي جوزها اللي هو المفروض كان جوزها يعني أبو العاص بن الربيع. فلما رأى النبي القلادة تذكر خديجة، وأخذ النبي يبكي ويتذكر خديجة، يعني رمز الوفاء ورمز العطاء ورمز الحب والدفء والحنان رضي الله عنها وارضاها. ثم قال النبي للصحابة: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها قلادتها فافعلوا. فأطلقوا لها أسيرها وردوا إليها القلادة، وإذا بأبو العاص بن الربيع بعد ذلك يسلم ويرجع، فيرد النبي له زوجته صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد كان وفاء النبي لأمنا خديجة وفاء لا يخطر على قلب بشر، لدرجة في يوم من الأيام هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة بنت خويلد بتطرق على باب النبي، فقال النبي: من؟ فسمع صوتا تقول: السلام عليكم. فقال: اللهم هالة، يعني يا رب تكون هالة بنت خويلد. فحبيب حبيبي حبيبي كل حد يذكره بخديجة كان النبي يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام انتوا عارفين طبعا من ضمن الأحزان التي مرت بقلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان كل أولاده وكل بناته ماتوا في حياة النبي فيما عدا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هي اللي ماتت بعد موت النبي بعدة أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أصر لها بكلمة، كانت أمنا عائشة قاعدة وجلسة، فلما أصر عليها بكلمة فبكت، والكلام ده كان قبل موت النبي، فأصر عليها بكلمة أخرى فضحكت. فلما مات النبي قالت أمنا عائشة، قالت لها: أنت يعني رفضت تقولي لي هو كان بيقول لك إيه وهو عايش؟ طب هو الآن مات صلى الله عليه وسلم، قولي لي كان بيقول لك إيه؟ قالت لها: لما أصر علي بالكلمة الأولى قال لي: إن جبريل كان يدارسني القرآن مرة كل عام، وإنه قد دارسني هذا العام مرتين، وما أراه إلا حضور أجلي، خلاص أنا هموت يا فاطمة. فبكت فاطمة، فإذا بالنبي يقول لها: يا فاطمة ألا أبشري يا فاطمة فإنك ستكونين سيدة أهل الجنة يوم القيامة. وفي رواية أنه بشرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. فكل أولاد النبي وكل بنات النبي ماتوا في حياة النبي فيما عدا فاطمة عليه السلام. حزن النبي ودمعت عيناه مرة تانية يوم موت حبيبه عمه وأخوه في الرضاعة، عمه وأخوه في الرضاعة في وقت واحد، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قتل في غزوة أحد، واللي النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام وهو متكئ على سريره في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حزين حزن في غاية الألم شديد جدا على موت حمزة، لدرجة أنه أراد أن يقتل أمام حمزة 70 رجلا من المشركين، وإذا بالمولى عز وجل يصبر قلب النبي ويثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس لك من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ويبكي مرة تانية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ اللي اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموته
رضي الله عنه وارضاه، كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ لما دخل النبي على سعد بن معاذ وهو يجود بروحه، خلاص روحه بتفيض إلى بارئها جل وعلا. وسعد دوت هو من أكتر الناس اللي نشروا الإسلام في المدينة، وأكتر واحد وقف مع النبي في غزوة بدر وفي مواقف عظيمة جدا، وفي بني كريزة هو الذي حكم في يهود بني كريزة وقال: أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذرارهم وأن تقسم أموالهم؟ وقال له صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. وإذا بسعد بن معاذ ينفجر الجرح بتاعه مرة تانية وتفيض روحه إلى بارئها جل وعلا. تقول أمنا عائشة: فوالله إني لا أعرف بكاء النبي من بكاء أبي بكر من بكاء عمر بن الخطاب رضي الله عن أبي بكر وعمر، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن النبي عمره ما نسي سعد بن معاذ، لدرجة في يوم من الأيام بعد وفاة سعد بسنوات طويلة تيجي حلة من حرير جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيمسك بها النبي، فيعجب الصحابة لنعومة وجمال هذه الحلة، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ أنتوا بتتعجبوا من لين الحلة ديت؟ فوالذي نفسي بيدي لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. وفي يوم من الأيام أيضا تتجدد الأحزان في قلب النبي. هو أنا بسرد لكم الكلام ده ليه يا جماعة؟ هو أنا غاوي أقول لك فلان مات فالنبي بكى وفلان مات فالنبي بكى؟ أنا عايز أقول لك معنى أكبر من كل دوت. عايز أقول لك شوف النبي قد إيه تعب، شوف النبي قد إيه عانى، شوف النبي مر بشدائد وابتلاءات قد إيه، عشان أنا وأنت وأنتي وكلنا تبقى مسلمين، عشان يفرح بينا لما قابلنا على الحوض. أكيد النبي لو شافنا دلوقتي في الأحوال اللي إحنا فيها ديت، أكيد النبي هيزعل على ناس كتيرة أوي أوي. أكيد النبي لو نزل شوارع المسلمين النهارده وشاف شباب المسلمين اللي حالقين كابوريا ولابسين نظارة مش عارف عاملة إزاي، ولابسين بنطلونات جنس محزقة وبضيهات، ولابسين سلاسل من ذهب، ولابسين ساعات من ذهب، وماشيين وحاطين الوكمان الأغاني عاملين بيسمعوها، واللي ماشي مع الجيرل فريند بتاعته، واللي راح يشرب خمره، واللي راح صاله الديسكو. اكيد النبي لو شاف المناظر دي اكيد هيحزن، هيحزن حزن كبير، وهيقول: معقوله؟ معقوله انتوا المسلمين اللي انا تعبت عشانكم 23 سنه شفت فيها المر، قمت ما قعدتش ابدا، ما كنتش بدوق النوم عشان خاطركم، كنت ببلغ دعوتي للانس والجن، عملت عشانكم كتير، ضحيت بحياتي في مواقف كتير، اتعرضت للقتل 9 مرات، اترمى سلة الجزور على ظهري، اترمى التراب فوق راسي، اتهمت في عرض، اتطردت من بلدي، اتاذيت اذى ما حدش اتاذى عشان انتوا تبقوا مسلمين، في النهايه تضحوا بدينكم بالمنظر دوت. سبحان الله، يا مسلمين محتاجين نجدد البيعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام في سرية مؤتة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية، لأنها كانت سرية مهمة جدا، وكان طالعين في سرية في غاية الخطورة، 3000 موحد هيقابلوا 200,000 واحد كافر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن النبي في السرية دي بالذات يأمر عليهم ثلاثة، قال على الناس: زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الثلاثة يتقتلوا، إذا بالحبيب كما عند البخاري يقول لأصحابه وهو في المدينة وهم في مؤتة، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية، كأنه بينقل لهم وصف تفصيلي، كأني سامحوني كأني نقل على الهواء مباشرة، والنبي ينقل ذلك من خلال الوحي. يقول صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإذا بالنبي عيناه تذرفان الدموع كما وصفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع الناس من غزوة مؤتة أو من سرية مؤتة كان حزن النبي شديد جدا على كل اللي اتقتلوا في مؤتة، لكن كان حزنه أكبر وأكبر على 2 بالذات، على زيد بن حارثة الحب الذي كان يسمى قبل ذلك زيد بن محمد، كان النبي متبنيه لحد ما نزل تحريم التبني، وإذا بالنبي يقابل أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان في سرية مؤتة، كان مع أبوه زيد بن حارثة، وشاف أبوه هو بيتقطع حتت قدام عينيه واتدفن هناك وما قدرش يجيبه معاه، فإذا بالنبي يجد أسامة يدخل عليه مطأطئ الرأس ويبكي، فيقول: ما الذي أبكاك يا أسامة؟ فلما دخل لقى أسامة بيبكي، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لبكاء أسامة، وتذكر حبيبه وصديقه ومولاه زيد بن حارثة. فلما ذهب أسامة
أسامة جاء في اليوم التالي وهو يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تبكيني كما أبكيتني بالأمس يا أسامة. وأخذه بالحضن. عمر ما النبي نسي زيد بن حارثة ولا نسي أسامة بن زيد، لدرجة أن أسامة بن زيد هو الوحيد اللي لما دخل على النبي هو تفيض روحه، وكان النبي خلاص فقد النطق في اللحظات الأخيرة من حياته، وإذا به ينظر لأسامة ويبتسم ويرفع يديه إلى السماء ثم يهبط بها على أسامة. قال أسامة: فعلمت أن النبي يدعو لي، ولم يستطع أن يتكلم. هو الوحيد اللي النبي تذكر أن يدعو له صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كشخص بعينه قبل موته أو عند موته صلى الله عليه وسلم. الثاني كان جعفر بن أبي طالب. دخل النبي على أسماء بنت عميس اللي هي زوجة جعفر بن أبي طالب، فدخل عليها فقال: أين أبناء جعفر؟ فأخذتهم وكانت قد يعني غسلتهم وسرحت شعورهم، ثم جاءت بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم وشمهم وأخذ يقبلهم ويبكي. فقالت: يا رسول الله، لعلك قد بلغك أي شيء عن أصحابك في مؤتة، فهل أصيب جعفر؟ فقال: لقد مات جعفر بن أبي طالب. فصاحت أسماء بنت عميس وبكت بكاء شديدا. فخرج النبي وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم بأبي هو أمي ونفسي وروحي. صلى الله عليه وسلم، عمر ما النبي نسي حد أبدا. يا جماعة تعالوا نشوف بكاء النبي عند هجر الأوطان، ولكن بعد فاصل قصير. أكثر من الصلاة على البشير النذير. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة، بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي. يا رسول الله قد إيه تعب، قد إيه شاف ابتلاءات شديدة. هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ربنا يرزقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا قد إيه مواقف عجيبة جدا من بكاء النبي عند فراق الأحباب. تعالوا نشوف مواقف من بكاء النبي عند هجر الأوطان. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما لقى أرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد، فأراد أن يغرس بذرة التوحيد في مكان آخر. ذهب النبي على رجليه المتعبتين 90 كيلو. إخواني وأحبابي، 90 كيلو النبي ماشي من مكة إلى الطائف، حتى موصل للطائف وأراد أن يبلغهم قول لا إله إلا الله، أراد أن يبلغهم الخير، أراد أن هو يأخذ بإيدهم لجنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإذا بهم يقابلوه أسوأ مقابلة في الدنيا كلها، ويسلطوا عليه الصبية والمجانين والنساء، يضربوا النبي بالحجارة، وزيد بن حارثة بيحاول قدر استطاعته أن يصد الحجارة عن النبي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تدمى قدماه وتنزف الدماء الشريفة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل النبي الحائط لبعض بني شيبة سبحان الله، ويبكي بكاء مريرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويقول الدعاء المشهور المعروف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين؟ هوانك يا رسول الله على الناس، محدش عارف قيمتك للدرجات دي سبحان الله، وهواني على الناس. أنت أرحم الراحمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ويقول لأمنا عائشة: ما مر علي يوم أشد علي من هذا اليوم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لقد ذهبت ولقيت عبد الله ابن عبد كلال، هو رجل ده كان سيد أهل الطائف، فلم يستجب لدعوتي. قال: فذهبت وأنا مهموم حتى بلغت قرن الثعالب. قرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف ب5 كيلو، النبي ماشي وهو مهموم مش عارف هو رايح فين. تخيل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ماشي وهو مش عارف رايح فين من كتر الهم. فإذا بسحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني وقد أرسل معي يا ملك الجبال لتأمرها بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال وقال: السلام عليك يا رسول الله،
إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان، جبلان بين مكة والطائف. أخليهم وسط الجبلين يا رسول الله؟ قال لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد، وهكذا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية اللي خرج فيها صلى الله عليه وسلم يوم هاجر من مكة إلى المدينة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. دموعه على وجنتيه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وتتوالى الأحزان على قلب النبي، يتهم في عرضي، وتدبر 9 مؤامرات لقتلي، وإلى آخر ذلك من الأحزان لحد آخر لحظة في عمر النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني أشد المعاناة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف النوع الثالث من البكاء الذي تعرض له النبي. أول حاجة كان بكاء النبي عند فراق الأحباب، والحاجة الثانية بكاء النبي عند هجر الأوطان والخروج من الأوطان وفراق الأحباب، والحاجة الثالثة بكاء النبي من خشية الله سبحانه وتعالى. كان النبي أتقى الناس وأخشى الناس، هو اللي قال كده، قال كما عند مسلم: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية الترمذي: ولصعدت ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. في يوم من الأيام يدخل عليه عبد الله بن مسعود، والحديث في البخاري ومسلم، وإذا بالحبيب المصطفى سيد المتواضعين يقول له: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: سبحان الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. جلس ابن مسعود يقرأ سورة النساء إلى أن وصل إلى قول رب الأرض والسماء، حتى إذا وصل إلى قول مولى عز وجل: فلولا إذا، حتى يعني سبحان الله، آية عجيبة جدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف المولى عز وجل أن يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن المولى عز وجل بيخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الآية إن هؤلاء الذين كفروا وعصوا الرسول يتمنوا يوم القيامة لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني سبحان الله، فلولا إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك كفاية. فقال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي هو أمي ونفسي وروحي. يقول عبد الله بن الشخير كما عند أبي داود بسند صحيح، قال: أتيت رسول الله وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صدره عمال بيغلي غليان المية اللي بتغلي في القدر من شدة بكائه من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا كان بيحضنا على ان احنا نبكي احيانا من خشية الله، او نبكي كثيرا من خشية الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بتقول: هو في راجل بيبكي؟ طبعا هم الرجال اللي بيبكوا، بس بيبكوا ليه؟ فرق بين بكاء وبين بكاء وبكاء. يا جماعة الخير يا حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم، فرق كبير جدا بين واحد بيبكي عشان عربيته ضاعت، او علشان فقد 1000 جنيه، او علشان حصل اي حاجة في الوظيفة بتاعته ولا في المحل بتاعه، وفرق بين واحد بيبكي عشان اليهود بيحاول ان هم يغتصبوا المسجد الاقصى، واحد بيبكي عشان اخوانه في غزة تعرضوا للمذابح ديت، واحد بيبكي عشان واحد طلع يسب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيبكي لان واحد طلع يقدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين بكاء وبكاء. هو ده بكاء الرجال، الواحد اللي بيبكي على اللي حصل لإخوانه في غزة ده بكاء الرجال، الواحد اللي بيبكي على من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ده بكاء الرجال، الواحد اللي بيبكي لأن واحد بيقدح في سنة النبي ده بكاء الرجال. ربنا يرزقنا وإياكم بكاء الرجال. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند صحيح: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر آخر واحد، قال: ورجل ذكر الله خاليا
ففاضت عيناه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لا يلج النار، لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. حد يقدر يحلب شاة ويرجع اللبن مرة تانية للضرع؟ لا، ده لا يمكن، ده مستحيل. كذلك مستحيل ان اللي يبكي من خشية الله ان يخش النار ابدا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع كل ذلك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير بسند حسن قال: طوبى لمن ملك لسانه. يا طوبى، دي شجرة في الجنة يسير راكب مسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، فين بكاءكم من خشية الله؟ حد فيكم فكر مرة يقعد يبكي على ذنوبه اللي عملها؟ حد فيكم فكر مرة أن يبكي على الأيام اللي قضاها بعيد عن طاعة ربنا وبعيد عن اتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني سبحان الله، قلوب كتيرة قست، لكن أكيد لو عايزين قلوبنا مرة تانية تلين، خليك مع كتاب المولى عز وجل الذي يجعل القلوب تلين والجلود تقشعر بفضل الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل نفسه بيخشع لذكر الله، فكيف لا تخشع تلك القلوب؟ ربنا يرزقنا وإياكم الخشوع، وربنا يرزقنا وإياكم قلوبا لينة بفضل الله. ولما واحد راح للنبي وشكى له قسوة في قلبي، قال: أتحب أن يرين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وادنه منك وامسح على رأسي وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت بعض المواقف حبيبي وإخواني من المواقف التي بكى فيها النبي. ما قلناهاش على سبيل ان احنا نحكي بس فقط مواقف النبي بكى فيها، لكن قلناها على سبيل يا جماعة الخير ان قد ايه النبي تعب عشان احنا نبقى مسلمين. يا مسلمين، اكيد حرام علينا ان احنا نضيع جهد النبي، حرام علينا ننسى اللي النبي عمله، حرام علينا ننسى التعب اللي النبي تعبه. محتاجين ان احنا نفوق يا مسلمين، محتاج ان انا اصرخ في قلب وفي اذن كل مسلم ومسلمة على وجه الارض، بقول فوقوا يا مسلمين، جددوا بيع مع النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نتعاهد الليلة دي ان احنا هنجدد البيعة. أميمة بنت رقيق كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح لما راح اتباع النبي قال: ابايعك على الا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني. في اخر الحديث قال لها: ولا تبرجي تبرج الجاهلية الاولى. النهاردة ان شاء الله مئات الاخوات ان شاء الله هيبايعوا النبي ان شاء الله على الحجاب، وكتير من الاخوه محتاجين يبايعوا النبي على الاستقامه صلى الله على الاستقامه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين معانا يا استاذ شريف؟ الاستاذ عفاف من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ يا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ ربنا يعزك يا رب. جزاك الله خير على كل ما تقدمك يا محمود. الله يبارك فيكي. بيتك عايزه عامله ايه لو سمحت؟ الحمد لله بخير، ادعي لها والله. ربنا يا رب يا عمرك تسلم يا رب. الله يبارك فيك. اطول عظيم يا رب العالمين، يعطيك الصحه والعافيه وبارك في عمرك يا شيخ محمود. امين يا رب العالمين. ممكن تكلم اختي شيماء وبعدين اخويا طارق؟ حاضر. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا اختي شيماء؟ الله يعزك. عامل ايه؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. اطول عظيم رب العالمين، انا جعلني مع نبيي والصديقي والشهداء والصالحين. ما شاء الله، امين يا رب العالمين. اهو ادعي ربنا يصلح الخاتمه يا رب، يرزقنا واياكم والمشاهدين يا رب جميعا حسن الخاتمه ان شاء الله. جزاكم الله خير على الاتصال. كل حاجه بتتمناها ربنا يبارك فيكم يا رب. يا رب اجمعنا مع النبي واصحابه في الصف الاعلى. امين يا رب وجميع المشاهدين يا رب العالمين. ربنا يحفظ. جزاكم الله خير على الاتصال. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. انا طارق يا شيخ محمود. في اسئله معينه حضرتك عايز تسال عنها؟ انا طارق. حضرتك طارق؟ انا مش معيش الصوت، مش سامعه كويس. عندي ايه؟ يا اهلا وسهلا طارق، ربنا يبارك فيك حبيبي. والله النور الشاهد يا شيخ محمود. ربنا يبارك فيك حبيبي ويبارك فيك يا رب. اسالك الدعاء. ربنا يثبتنا واياك. جزاكم الله خير على حسن الاتصال، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك فيك. طيب عايزين نذكر برضو بعض هدايا النبي اللي وصلتنا الاسبوع اللي فات، الاستاذ شادي محمد والاستاذ احمد السيد والاستاذ منصور الغرباوي والاختي نبيله احمد، ان شاء الله هيصلوا على النبي كل يوم 1000 مره. الحاج سيد ربيع قال اطعام يومي للفقراء ان شاء الله في المسجد اللي جنبه. الاخت ندى سيف قالت طبعت حلقاتك ووزعها على الاخوات، ربنا يبارك فيك يا رب. دكتور ما ذكرش اسمه قال هستقبل يوميا حاله مجانيه لكن في السر، مش هقول اللي مش هعمل اعلان يعني. وبرضه صيدلي برضه بعت قال هصرف روشته مجانيه يوميا لواحد فقير، برضه حاجه بينهم ربنا يكرمه.
الحاج صابر محمود قال عمل وقف 10 من الإبل، 10 من النوق من الإبل، يخلي اللبن بتاعها وقف لله يشربوا جميع مرضى الكبد. ربنا يجازيك عنا كل خير يا رب. الاستاذ سيد محمد والاخت سلوى عيد والاخت عبير محمود والاستاذ عبد الجليل طه والاخت اسماء اسماعيل اسود قالوا بدانا نصلي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيهم. الاخت شيماء الشاذلي قالت تركت الاغاني وبدات احفظ قران، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حد معانا يا استاذ شريف؟ طيب اللي جددوا بقى البيعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهندعي لهم النهارده ربنا يا رب يرزقهم الفردوس الاعلى ويرزقهم صحبه النبي في الجنه، اللي جددوا البيعه من خلال الاسبوع اللي فات، الاسبوع دوت يعني ما شاء الله بالظبط كده قدامي 54 اخت بفضل الله سبحانه وتعالى، نقولهم بسرعه كده وندعي لهم ان شاء الله. واي اخت هتبعت هتجدد البيعه تكون مش محجبه وهتتحجب وتجدد البيعه مع النبي محمد حبيبك صلى الله عليه وسلم، وعايز اقول لك تخيلي لو النبي واقف دلوقتي حالا قدام عينيك وبيقول لك تبايعيني، هتبايع النبي ولا لا؟ يعني بالله عليك حد، انا مش متخيل طبعا اي واحده في الدنيا مهما كان ايمانها سواء قوي او ضعيف او متوسط لا يمكن ابدا ترفض امر النبي. طب ما انا بقول لك كلام النبي، وايه الفرق ان النبي يقف قدامك يقول لك تبايعيني وبين ان واحد زي حالاتي يقول لك النبي بيقول لك بايعيني؟ مش رب مش نبي قال كده؟ قال والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخوات الفضلات اللي تحجبوا بفضل الله، الأخت آلاء، الأخت نهى حسام، أم حبيبة، سالي، هالة، محمد إناوي، هبة، بعضهم عايز أقول ملحوظة، بعضهم بيبعتوا أو كتير منهم بيبعتوا اسم فرد فقط، يا ريت يبقى الاسم الثنائي عشان هي تعرف إن إحنا بنذكرها هي. طب معانا تليفون مين؟ طب علي الإربيس شوية يا أستاذ شريف. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت وفاء. ايوه مع حضرتك. يا ريت وطي التلفزيون يا اخت وفاء. وطي التلفزيون واسمعي من التليفون. اتفضلي. ايوه يا اهلا وسهلا. والله يا شيخ يعني نزلت الدعاء فقط. ربنا يثبتنا وياك ويبارك في عمرك يا رب واحفظك، جزاكم الله خير اخت وفاء. طيب نقول الاسماء بقى اللي بعتوا، وبقول للمره الثانيه يا جماعه اللي هتبعت تقول انا ببايع النبي او بجدد البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت تبعت اسمها ثنائي عشان تعرف ان احنا بنقرا اسمها هي. الاخت الاء ونهى حسام وام حبيبه وساري وهاله محمد قناوي وهبه وايمان وغاده وشيماء ولبنى وصحر وام حازم واميره محمد ونيره حجاج بدوي ونهى علي حسن وأمة الله قالت كده، وياسمين كمال وزينب التائبة برضه قالت كده، وإلهام مصطفى وشيماء مصطفى ورضا مصطفى وأم حسن وأم زياد وميرفت سالم وشيرين وأم عادل من السعودية وإيمان طه وأميمة وصحر وأمل حسن وسعاد من القاهرة وريهام عبد المجيد وإسراء مدحت وأم محمد وأم جنات وأم عمر طاهر وسوزان من الفيوم وسارة وإسراء وام مؤمن وفايزه وسلوى وعلياء وشين الف، واحده بعد قالت شين الف، وبسمله وثريا حبيب ومروه كمال ونعمه وياسمين صابر وايناس من المنصوره وام ايمان من المنصوره وسعاد من سوهاج وعز عطيه، واخرهم بقى الاخت اسراء احمد علي مصطفى اولى اعدادي، وهي بنت حبيبنا هنا في الاستوديو الاستاذ احمد علي مصطفى، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب. اسال الله عز وجل ان يرزقهم صحبه النبي في الجنه، قولوا امين. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. مين معانا الشريف؟ أم أحمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت الشيخ محمد سؤال على الحج. عينيا اتفضلي. يعني هو لو واحد رايح يحج بس مش هيجيله وقت إن هو يرمي الجمرات، فلو وقت الحج الأسئلة ربنا يخليك يا أم أحمد، الأسئلة الفقهية في برنامج هنا فتاوى، إحنا بنجاوب على الأسئلة الاجتماعية والأسرية والحاجات ديت. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويرزقنا وإياكم يا رب الحج إن شاء الله، ويجمعنا وإياكم إن شاء الله في عرفة السنة دي إن شاء الله. معلش عشان أنا ما بحبش أتعدى على حقوق الإخوان من العلماء ومن الدعاء، إن هي في برنامج فتاوى خاص في قناة إقرأ للدكتور عبد الله المصلح، ربنا يجمعنا وياكم. مين معانا يا شريف؟ الاستاذه سناء. ايوه من ليبيا. طيب السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اسال حضرتك سؤال والله. اتفضلي تحت امرك. انا حجيت السنه اللي فاتت بس لوحدي بدون محرم، لان كان جوزي ما يقدرش يمشي معايا بظروفه كده،
فهل هي مقبوله ولا لا؟ هو ده اللي بيراودني الخفيف. ربنا يبارك فيك يا اخت سناء. هقول لحضرتك حاجه، هو يعني طبعا العلماء لما اتكلموا في حته خروج المراه بلا محرم، هو قالوا الاصل ان هي ما تخرجش بلا محرم، لكن لو اضطرت لحج الفريضه لظروف ما ليس عندها محرم، او المحرم مريض او عنده ظروف واذن لها انها تخرج في صحبه امنه عشان تحج، فبعضهم قال لا باس، والبعض الثاني اللي اعترض وقال لا ما تخرجش حتى مع صحبه امنه، قالوا الحج صحيح لكنها تأثم. قالوا الحج ايه صحيح، يبقى خروجها بلا محرم لا يؤثر على صحة الحج، وانما تأثم اذا خرجت بلا محرم. والحج ان شاء الله نرجو ان يكون صحيح ان شاء الله. ربنا يبارك فيك اخت سناء. اخواني واحبابي، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. يعني عمال بوصيكم مرة تانية وتالتة ورابعة، شفنا قد ايه النبي تعب، قد ايه في حياته صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه قول المولى عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين هو أعظم دين في الكون ده كله يا جماعة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وخير الأنبياء، سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. لكن خيرية الأمة ديت يعني نابعة من اتباعها لشرع ربنا ولسنة نبينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، وأنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. محتاجين نجدد البيعة مع النبي، محتاجين نحس قد إيه النبي تعب. يا جماعة الخير يعني سامحوني، هاتوا كتاب سيرة الرسول، اقرأوا شوفوا سيرة النبي، شوفوا النبي تعب قد إيه، شوفوا النبي بذل قد إيه، شوفوا النبي ضحى قد إيه، عشان تعرفوا قدر النبي، عشان لما أقول لك صلى عليه ما تستخسرش تصلى عليه، تصلى عليه من قلبك صلى الله عليه وآله وسلم، وتحاول بقدر الإمكان إنك ما تعيش لنفسك ولا تعيش لنفسك، تحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم خير بفضل الله سبحانه وتعالى لخدمه دين الله. الوقت بيجري مع حبايبي بسرعه، ربنا يجمعنا واياكم على الخير. التقي معاكم يوم الثلاث اللي جاي مع درس مفاجاه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن الله.